مجموعة من الحوافز والهدايا أقرها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن المواطنين، حيث أصدر 8 قرارات عاجلة خاصة بالموظفين وزيادة المعاشات والأجور. ومن خلال تغطيتنا سنوضح لحضراتكم تفاصيل هذه القرارات العاجلة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى محافظة بني سويف، وعلى هامش هذه الزيارة قام سيادته بإلقاء كلمة للمواطنين، وأكد الرئيس أن المواطن المصري يظل هو بطل الرواية الوطنية، وأن جودة حياته وتلبية متطلباته والحفاظ على مكتسباته وصيانة مقدراته هي الهدف الأسمى. كما أكد أنه يسعى لتوفير سبل العيش الكريم لهم، مؤكدا أن إجراءات الدولة من أجل المواطن هي القاسم المشترك الأعظم لكل مؤسساتها. وفاجأ سيادة الرئيس المواطنين بإصداره لعدة من القرارات العاجلة التي من شأنها إسعاد المواطنين والتخفيف عنهم. وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من الحوافز والهدايا، ووجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة أولاً بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وأيضاً شركات القطاع العام. كما قرر زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقاً لمناطق الاستحقاق. وأصدر أيضاً قرار برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36000 جنيه إلى 45000 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وأيضاً القطاع العام، إلى جانب زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أو 5 ملايين أسرة. ومن القرارات العاجلة التي أقرها سيادة الرئيس أيضاً مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن. وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقاً للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة. وأقر أيضاً بقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022، إضافة إلى إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024. ومن جانبه أكد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد أن قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي فضلاً عن التوجيه بزيادة علاوة غلاء المعيشة وغيرها من حزمة القرارات التي أصدرها خلال زيارته لبني سويف تؤكد أن الرئيس يشعر بما يشعر به المواطن من تحديات اقتصادية فرضتها الظروف العالمية، مشيرا إلى أن الرئيس يدرك حجم المتاعب التي يعانيها المواطن، لذلك يحرص دائما على إصدار حزمة قرارات وإجراءات للتخفيف من تلك التحديات والصعوبات التي يواجهها المواطن. كما قالت أيضا الدكتورة فاطمة السيد أحمد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة علاوة على باقي القرارات التي ستستفيد منها، طبعا شأنها شأن باقي العاملين بالدولة، تعكس اهتمام وإيمان الرئيس السيسي بالصحفيين ودورهم في مسار التنمية،
لافتة إلى أنها طبعا تبرز حرصه تطوير أدائهم المهني من خلال زيادة بدل التكنولوجيا. وإلى جانب هذه القرارات العاجلة التي أقرها سيادة الرئيس اليوم، فقد افتتح سيادة الرئيس أيضا عددا من المشروعات القومية في محافظة بني سويف، وعددا من مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، كما أجرى زيارة إلى أهالي قرية سدس الأمراء، وقام بتقديم واجب العزاء لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفيين جراء إعصار ليبيا. واحتشد الآلاف من أهالي بني سويف في انتظار تشريف الرئيس السيسي في زيارته للقرية، فيما أطلق بعض السيدات الزغاريد تعبيرا منهن عن سعادتهن بزيارة الرئيس للقرية. وخلال جولة الرئيس استجاب لطلب سيدة بزيارة مسكنها في القرية بمحافظة بني سويف، فيما أعرب أحد المواطنين للرئيس عبد الفتاح السيسي عن فرحته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بقريتهم في بني سويف، وتم أخذ لقطات تصويرية مع المواطن تلبية لندائه. وبدأ الرئيس السيسي الافتتاح بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا إعصار ليبيا، مؤكدا أن مصر لم تدخر جهدا للتخفيف من آثار الأزمات العالمية وفي مقدمتها أزمة فيروس كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي طبعا تسببت في تفاقم آثار الأزمات العالمية. وعقب القرارات العاجلة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بالموظفين والأجور والمعاشات، قام الرئيس بطمأنة المواطنين وتوجيه كلمة لهم خلال المؤتمر الذي انعقد بمحافظة بني سويف بمدينة سدس. وأكد الرئيس في كلمته أنه بيسعى للتخفيف عن المواطنين لأنه على علم بما يواجهونه من تحديات وصعوبات، مشيدا بموقف المصريين ومقدار تحملهم للظروف الصعبة. ووضح الرئيس أن الحكومة إذا وجدت أي فرصة للتخفيف عن المواطنين تقوم باستغلالها على الفور، مؤكدا على بذلهم لجهد كبير لإدخال كميات كبيرة من الأراضي الزراعية. كما أكد أيضا أنه تم البدء في مشروعات الأراضي الزراعية من 3 سنوات إلى جانب برنامج الريف المصري الذي يمثل حوالي 1.5 مليون فدان، كما تم العمل على التوسع في الأراضي الزراعية الأخرى للمساهمة في توفير فرص عمل للمواطنين وأيضا فرص عمل للشباب. في النهاية طبعا كل هذه القرارات التي أصدرها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هي بمثابة قرارات تاريخية للرئيس السيسي، كما تعتبر دعم كبير ومباشر للمواطن المصري. وهنا بتنتهي تغطيتنا، بنشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.